التجارية اللي بتجري داخل النادي في هذه المرحلة، وأيضا ذاكرة التاريخ الخاصة بنجاحات النادي الأهلي وإنجازاته الكثيرة، ومنها طبعا البطولة الأفريقية اللي تابعناها من خلال حديث زميلنا العزيز أمير هشام. هننتقل من عالم كرة القدم ونجاحات النادي الأهلي على كافة المستويات المحلية والدولية إلى اتحاد من أفضل الاتحادات الرياضية في مصر على الإطلاق. اتحاد يوصف بحق بأنه صاحب البسمة، وأنه دائما أبدا ما يقدم نتائج وأداء أكثر من رائع ويحقق طموحات المصريين، واحد من أفضل الاتحادات على مستوى الرياضة المصرية والعربية والأفريقية، ألا وهو اتحاد رفع الأثقال المصري. النهاردة عندنا حوار مستفيض وتفصيلي عن الطفرة اللي حصلت، النتائج المتطورة اللي انعكست، وأسباب العمل وبرامج العمل والسياسات اللي أدت إلى تطوير النتائج وتحسين معدل ومستوى النتائج اللي بتتحقق على كافة المستويات المحلية والدولية، وأيضا في الفترة القادمة الطموحات الخاصة بالمشاركة في المحافل الكبرى، ومنها بالتأكيد في مقدمة أولويات العمل واهتمامات الاتحاد في الفترة المقبلة، أولمبياد طوكيو 2020. معانا ومع حضراتكم النهاردة في الأهلي الليلة الكابتن محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بك ومتشكرين جدا على المقدمة الجميلة دي. لا ده أقل مما تستحقه، دايما العمل والأرقام هي اللي بتعكس النتائج وبتبقى أقوى من الاجتهادات والآراء اللي فيها دايما المؤيد والمعارض. خلينا نتكلم عن النتائج الملموسة اللي تحققت في الفترة اللي فاتت. حضرتك ومجلس إدارة الاتحاد بتقيموا العمل إزاي، وإلى أي مدى النتائج اللي تحققت على كافة المستويات مرضية لطموحاتكم؟ الحقيقة طبعا يعني أي نجاح أكيد بيبقى ليه مقومات، يعني عشان تقدر تنجح لازم، حتى في الدراسة عشان أكيد تنجح لازم تذاكر. فاحنا الحمد لله يعني معظم حاليا أو كل أعضاء مجلس إدارة حاليا من الأبطال السابقين، حتى الفترة اللي كانت قبل كده الحقيقة كان فيها تضافر عناصر اللعبة ككل، لاعب مدرب إداري اتحاد، وكان نتيجتها في النهاية الحمد لله ان احنا حققنا ميدالتين في الدورة الأولمبية في ريو دي جانيرو. طبعا مجهود كان كبير جدا على مدار 4 سنوات، كان قبل الدورة الأولمبية في مؤشرات كتيرة الحمد لله بتأكد المسيرة اللي انت ماشي فيها صح، يعني انت بتحط يعني استراتيجية معينة وتشوف من خلالها او في طريقها في نتائج ولا ما فيش عشان تقدر من تصحح. خلال النتائج بتقيم الاستراتيجية. بالضبط، عشان تقدر تقيم انت ماشي مظبوط ولا في حاجة عايزة تعديل. فالحمد لله كان على المسيرة دي خلال 4 سنوات كان في مؤشرات جيدة على المستوى الناشئين وعلى المستوى الكبار ايضا. بدأنا في بطولات العالم نجيب ميداليات، ودي كانت يعني غايبة بقالها فترة من 50 سنوات يمكن. دورة الألعاب الأفريقية في الجزائر، دورة الألعاب المحلية، ده جه بعد كده كان نهايته ريو دي جانيرو. الفترة الجديدة اللي احنا فيها حاليا الحقيقة بدأناها ببطولة عالم، يعني بعد انتخابات مباشرة كان الفريق طبعا بيعد بشكل يعني مش هنقول منفصل او مش ملوش دعوة بالانتخابات. الحمد لله انتهت، كانت أول محك بطولة عالم كبار. بطولات العالم كبار هي المحك الرئيسي في الألعاب الفردية. الحقيقه حققنا الحمد لله فيها 4 ميداليات ذهب، محمد ايهاب وساره سمير وشيماء برونز وفضه ورجب برونز، يعني كانت حصيله الحمد لله كويسه جدا اكدت مسيره ال4 سنوات اللي قبل. دخلنا في بدايه 2018 كان عندنا في حاجات مهمه بالنسبه لنا كرياضه فرديه زي دوره بحر المتوسط. دوره بحر المتوسط مش عشان رفع الاثقال فقط، ولكن على العموم الرياضه المصريه، فانت بيبقى عليك حمل كالعاب فرديه زي المصارعه والملاكمه والجودو، من ضمنها طبعا رفع الاثقال، ان انت بترجح كافه مصر على مستوى الدول. طبعا انت بتنافس دول اوروبيه، يعني في فرق شاسع جدا في الميداليات وفي الامكانيات عفوا، لكن دايما اللي احنا بنراهن عليه دايما الحمد لله في الالعاب الفرديه ومنها رفع الاثقال الموهبه المصريه في هذه الرياضات. الموهبه المصريه مش من دلوقتي، ده من طول عمرنا عندنا ابطال في اللعبات الفرديه، يعني تاريخنا طويل جدا. اول ميداليه اولمبيه مصريه هي لرفع الاثقال طبعا سيد نصير في سنه 28، مرورا بقى بالخضر التوني وفياض و فالدوره دي كانت مهمه قوي بالنسبه لنا الحقيقه. الحمد لله قدرنا ان احنا نوفر جو مناسب للتدريب سواء داخلي او خارجي، والحمد لله اللعيبه يعني كانت عند حسن الظن، 9 ميداليات ذهب و1 فضه و2 برونز. هل بتزداد قوتنا
دلوقتي بالنتائج والارقام يا كابتن محمود، خريطتنا او مكاننا على خريطه رفع الاثقال عالميا بتتقدم بتتغير؟ والله الحمد لله، يعني اصبح لينا مكانه في رياضه رفع الاثقال على المستوى العالم. يمكن من يومين بالظبط كان التصنيف العالمي ظهر، اللي هو النصف السنوي، محمد إيهاب تصنيفه أول في وزن 77 بعد انتهاء بطولات الفترة اللي احنا كنا عليها، اللي دورة البحر وبطولة العالم والدورة الآسيوية حاليا مقامة في جاكرتا. يمكن امبارح اتلعب كل البطولات اللي انتهت داخله في التصنيف اللي حضرتك داخله في التصنيف اللي هو النصف الشهر. النصف السنوي او النصف السنوي عفوا. محمد إيهاب تصنيف اول الحمد لله في وزن 77، ساره سمير تصنيف ثاني، ولكن لو في منافسه مع اللي هي خدت تصنيف اول كان يعني ساره تعديها. لا ومكانتنا عالميا في اي رياضه ان يبقى عندنا لاعب او لاعبه هو الثاني عالميا في وزنه، ده امر مش قليل يعني، لازم غير ان انت بعض اللاعبين الاخرين في التصنيف العشر الاوائل على مستوى العالم. ده يعني انا شايفه يعني حاجه كويسه جدا قوي للاعبتنا، هتفتح نفسهم زياده لبطولات العالم او بطوله العالم القادمه ان شاء الله. بدايه تاهل لدوره الاولمبيه اللي حضرتك اتكلمت عليها ابتدي من اول شهر 11. ايضا على مستوى الناشئين يعني تحت 20 سنه كان في بطوله عالم شهر 6 اللي فات ده، واللعيبه يمكن بقى معظمها اول مره يشاركوا في بطولات خارج مصر، حقيقة برضو حققوا يعني نتائج جميلة جدا، يمكن 4 ميداليات ذهب 4 فضة و2 برونز، يمكن أسماء جديدة يمكن الناس ما تعرفهاش، أحمد عاشور، محمد هشام، بالإضافة لسارة سمير وإسراء اللي هم القدام شوية، أحمد كامل، يعني أسماء لسه جديدة ولكن أثبتت أرضنا الجدارة وتثبت المقولة اللي أنا بقولها إن فعلا احنا موهوبين في هذه الالعاب. يعني في اسماء كمان واعده الاتحاد شايف انها هيبدا يراهن عليها طبعا. احمد عاشور ده اول مره يلعب بره مصر، خد تاني عالم ناشئين وكان يعني بيعافر مع الاول. يعني محمد هشام خد ثالث عالم قبل كده تحت 17 سنه، ما بيشارك في اول مره في 20 سنه برضه بياخد ثالث، برضه ده يعني شيء ممتاز. احمد كامل اول مره يطلع بره مصر خد رابع. فالحقيقة ليه احنا اميز يا كابتن محمود في اللعبات الفرديه؟ في كذا حاجه، يعني في ناس بتقول، حضرتك قول لي ايه الصح وايه الغلط من الاراء دي اللي الناس بتقولها في الشارع المصري. ناس بتقول التحضير لها بيحتاج امكانات اقل ماليا، معسكراتها مش بتعقيد الفرق الجماعيه، فرق الكوره او الهاندبول او الباسكت الى اخر اللعبات الجماعيه. في ناس تانية بتقول بيبان فيها الموهبه، الجانب الجيني عند اللاعب وقدراته اللي هي بتفرق بقى بين هنا لاعب مصري ولاعب امريكي ولاعب ياباني من اي دوله في العالم. ايه اللي حضرتك شايفه من خبراتك الحقيقيه؟ هي التانية اهم، اللي هي القدرات الفرديه. الموهبه الفرديه يعني الموهبه حاجه طبيعيه في بعض في المصريين في بعض الالعاب، احنا مميزين فيها بالطبيعه، منها رفع الاثقال. وده الحقيقه انا بشوفه يعني رؤيه العين على مدار السنين اللي انا فيها رئيس اتحاد، يعني كل شويه لازم تلاقي 2 3 كده مميزين بيطلع. ومش عايز اقول لك هم بيتمرنوا فين، يعني الاماكن اللي بيبداوا فيها امكانيات يعني بسيطه جدا، استها امكانيات صعب صعب خالص، بيبداوا بمراحل حتى اقل كتير من التجهيزات اللي الاتحاد يعني بيوفرها. يعني في لعيبه احمد عاشور مثلا او محمد هشام لاعب من الفيوم وده من بني سويف، المكان اللي بتدربوا فيه مش عايز اقول صاله مش صاله، غرفه يعني، لو البرم جه كده يخبط في الحيطه دي، لو جه كده يخبط في الحيطه. والادوات نفسها المتاحه، الادوات طبعا على قدر الامكان بحاول اساعد، انما لما يطلع من مكان زي ده ومجرد ان احنا بناخده في المعسكرات الاتحادات سنه او سنه ونص ويتدرب بقى في مناخ كويس بعد سنه بس او سنه ونص يطلع منافس في بطولات عالم، دي يعني لو شفتها في اي دوله بره مش هتلاقيها، مش ممكن يقدر ينافس. ده جانب بقى في قدرات نفسيه عند اللاعب وجينيه، امكانات فيه فطريه يعني بالامكانات الضعيفه دي وبيطلع ده انا عايز اثبت نفسي ورغم امكانياته الضعيفه لا ده انا اقدر انافس، ودي بتبقى حافز ايجابي. كان قبل كده بيبقى حافز سلبي، يعني انا كان فاكر كنا لما بنطلع نشوف امكانيات بره دي بيحصل لنا نوع من الاحباط. دلوقتي الحمد لله قدرنا احنا نغير المفهوم ده، ان لا ده انت برغم امكانياتك دي الضعيفه لكن امكانياتك البدنيه وحافزك الداخلي هتقدر تعمل حاجه، وده فعلا اللي بيحصل وانت بتنافس دول عريقه. طب هل عندكم في رفع الاثقال، يعني كنا دايما نعرف ان الكوره
فيها كشافين اللي بيدوروا على احسن العناصر، ودي حاجه تاريخيه. هل رفع الاثقال فيها نفس الشكل ده، ولا رفع الاثقال بتبداوا تدوروا في المحافظات على اللاعب اللي بيقولوا انه الافضل في اللعب، تبداوا بقى ده الاقرب لانه يكون جاهز وتبداوا تشتغلوا عليه؟ والله يعني عايز اقول لحضرتك في عندنا ناس بتشتغل بلا مقابل وده حقيقه فعلا، ومجرد قعدته في الصاله ان هو يتفرج على اللعيبه ويتمرنها ويجيب اطفال يعلمها يبدا يشوف مين المميز، يعني دي متعته فعلا. يعني يمكن عددهم قل دلوقتي، بس في بعضهم موجودين في 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 اسيوط وفي سوهاج وفي الفيوم وفي الغربيه وفي الداهليه، ومستعدين تسمعوا عن اي حاله حد بيقول لكم انها مميزه. يعني حضرتك لو جالك اتصال من حد مش متخصص قال لك تعالوا، او يعني هنبعت لكم حد تشوفوه، او يا ريت تبعتوا لنا مندوب عن الاتحاد، في عندنا حاله شايفينها مميزه جدا، لاعب شايفينه او لاعبه بتهتموا فورا باي باي اتصال منه. يمكن اخر حاجه دوره البحر الاخيره، اللاعب مصطفى وحيد انا نعرفه ناشئ صغير، يعني اما تعدى مرحله الناشئين فبتبقى المرحله اللي بعدها عايزه جهد اكتر، فايه يعني نسى شويه. كلمني يعني شخص ما قال لي مصطفى دلوقتي، وفعلا لقيت مستواه ما شاء الله، خدناه راح جاب فضه في دوره هو بقى اشتغل في الفتره دي على نفسه، اشتغل على نفسه واتمرن كويس. دي بقى الحته اللي احنا اللي ناقصانا شويه، يعني انا كاتحاد مش هقدر اخد كل لعيبه اكيد طول الوقت اقدر اعدها، انما باخد المميز فيهم. الاماكن بقى اللي بره يعني بره الاطار الرسمي للاتحاد، يعني دي مهمه جدا، بيساعدنا فيها شويه الحقيقه المؤسسات العسكريه، الانديه المؤسسات العسكريه، ايضا بعض الانديه زي الكهرباء، الترسانه، الاولمبي في الفيوم، برضو النادي المحافظه، الانديه دي بتساعد بهذا الشكل، لكن احنا عايزين اكتر شويه. يمكن انا اول مره اكون ضيف في قناه الاهلي، سعداء بوجودك معانا، تسعدني يعني جدا فعلا، ده دليل ان ده مؤشر ان الحمد لله ماشيين كويس. الانديه الكبيره انا اتمنى ان هي تبقى يعني تتبنى بعض هذه الالعاب، لان هتفرق كتير قوي معانا. تتمنى الانديه الكبيره في مصر تدخل على خريطه الرياضات الانديه الكبيره دي مش قوة. موجود فيها الرياضه رفع صحيح، الاهلي والزمالك والاسماعيلي بدا الحقيقه، وبدا يعني ياخد خطوات كويسه، الاتحاد، الاولمبي، في يعني الانديه دي هتفرق كتيرة مع اللاعب نفسه، المكان هيلاقي مكان كويس يتدرب فيه، احنا كاتحاد نقدر بادوات او ما شابه نقدر، او مدربين نقدر نساعد في كده، لان دي الرياضه زي ما حضرتك قلت الشق الاول ما بتصرفش، لا بقى بتصرف يصرف وتصرف كتير، مش زي ما الناس متخيله، تدريباتها طبعًا او معسكراتها مش بسيطه. انا هقول لحضرتك يعني حاجه صغيره، بند صغير جدا، احنا المكملات الغذائيه عندنا شكل اساسي، لان هي انت بتمرن مجهود مش عايز اقول لك عامل ازاي، بتشيل حديد يعني حاجه صماء عشان تاخد المردود اللي عايزه على اداء اللاعب والاوزان اللي بيشيلها، لازم تكمل له، لازم يبقى في مكمل غذائي يساعده على بذل مجهود اكتر، يساعده في سرعه استشفاء عشان يقدر يتمرن في اليوم مره واثنين وثلاثه. التكلفه الحاليه للاعب في الشهر، انا بقى بعد لاعب بطوله عالم مش يعني مش مستوى محلي، ما تقلش من 5 الى 6000 في الشهر على بس المكملات الغذائيه دي، لسه الاقامه، لسه الاكل والشرب والتدريب والوسائل المساعده للتدريب ما كانتش موجوده قبل كده. كان مثلا عندنا في الجهاز الفني ما عندناش واحد متخصص في التاهيل، ده بقى حاليا متواجد شيء كويس، وفعلا تأهيل بمعنى فكرة برنامج الاستشفاء بين التدريبات ولا العودة والتأهيل بعد الإصابات عشان يرجع ده وده. بعد التدريبات بيبقى في تدريبات خاصة لسرعة الاستشفاء زي الاسترتشات عشان ما يجيلوش أي أوفرلود على أي عضلة أو إصابة، في فترات بالذات اللي هي اللعيبة شغالة فيها دلوقتي، فترة الإعداد بيبقى فيها التحمل كتير، فبيحتاج سرعة استشفاء سريعة، فبرضه اللي بيؤهل لكده بيساعد بشكل كبير جدا، وده عايز شخص له تكلفة لأنه شخص مؤهل بالظبط، ده موضوع علمي بحث طبعا. تغذية لازم يبقى فيه مسؤول تغذية، دي الخطوة اللي إن شاء الله اللي جاية نقدر إن شاء الله نعملها. طبعا التدليك وما شابه ده برضه لازم يبقى ليه مكان، كل دي بقت من أساسيات اللعبة، كل دي أساسيات، يعني كل دي أساسيات حاليا. مكان التدريب نفسه
طب هل حضرتك بتطلب من الاعلام يهتم، الاعلام الرياضي في مصر يهتم ويدي مساحه اكتر للكلام ده؟ هل ده هيفرق معاك وهينعكس على النتائج؟ الاعلام الرياضي، الاعلام الرياضي الحقيقه يعني طبعا الفتره اللي فاتت الحمد لله يعني لاعبيتنا اصبح ليهم اسم، يعني حضرتك دلوقتي تعرف مين محمد ايهاب، مين ساره سمير، مين شيماء، مين رجب، يعني دي ده مكسب كبير جدا، ولكن الناس مع الوقت بتنسى. يعني النهارده ايهاب وساره في معسكر مغلق او بقيه الفريق ككل عشان بطوله العالم كمان شهر 11 شهر بطوله عالم كبار وبدايه التاهل للدوره الاولمبيه في طوكيو، فالناس لازم على الاقل تتابع، بلاش تقابلهم، بلاش تعمل معاهم، لكن البطولات في اخبار عن ده متابعه اخباريه في الصحافه، يعني البطولات اللي هم لعبوها مثلا لما تذاع في التلفزيون وفي وقت مناسب ما تبقاش 3 4 الصبح محدش يشوفها، الناس هتبقى متابعه محمد ده بيستعد لكذا، ساره، شيماء، تتمنى على الاقل يبقى دايما في تقارير عن ابطالنا وعن استعدادات، ده هيفتح لنا مجال يمكن الحمد لله وفقنا فيه، لسه ما كملش بشكل كبير، ناس هتعرف ابطالنا، هتلاقي في ناس حابه الحكايه دي وحابه تشجعهم، بيدوروا ازاي نساعدهم، طب نرعاهم ازاي، او ده ينشر اللعبه اكتر، ده فرق معانا الفتره اللي فاتت الحقيقه، ويعني يمكن عملنا حاجه الحمد لله كاتحاد اول مره تتعمل، يعني عملنا زي عقد رعايه للمنتخب مع مؤسسه الاهرام، مؤسسه كبيره و هتقدر تجيب لي رعاه، يعني الراعي كان دايما بيدور ايه المردود، طب انا هديك ايه المردود اللي عايد عليا، هنول ايه اللي هتساوي بقى، بلاش مادي، طب اعلاني دي ما كانتش موجوده، فوكاله زي دي كبيره، وكاله ارام هتقدر تغطي المردود ده بالنسبه للراعي، وهتشجع الناس ان لا ده احنا نشجع، طالما هيبقى في مردود حتى بلاش مادي اعلامي على معنوي، ان الراعي ده يجد مردود له، ظهور له في الاعلام، يعتقد يعني حاجة كويسة برضو، هتساعد بشكل كبير في نشر اللعبة، ده أكيد إن شاء الله هتساعدنا إن احنا ما نجيش في وسط مثلا برنامج تأهيل لبطولة عالم ولا بطولة مهمة ويجي في النص نقف عشان ما عندناش فلوس، فهتخليك ده وده اللي فرق معانا في ريو دي جانيرو، على مدار سنتين ما فكرناش في الفلوس، حطينا البرنامج الفني بسبب اتفاقاتكم التسويقية الخاصة بحقوق الرعاية دي؟ الحقيقة الوزارة ساعتها هي اللي وفرت، للأمانة الوزارة هي اللي وفرت المبلغ ده، ليه؟ لأن شافك ماشي كويس ونتائجك ماشية كويس، فبدأ أنت عايز كام؟ عايز هل ده مستمر لحد دلوقتي؟ هل تمويل الدولة يعني آخر آخر لقاء مع الدكتور أشرف صبحي كان يمكن من قبل العيد، يعني هو ده اتجاهه فعلا، الدكتور أشرف طبعا أكاديميا طبعا حاجة يعني تشرف أي مكان، زائد أنه عارف المكان، يعني كان موجود في الوزارة على مدار سنة ونص مساعد وزير، فعارف المكان وادى توجيهات، يعني حطوا لي بس برنامج وشوفوا التكلفه هتبقى قد ايه، ده مهم جدا بالنسبه لكل الالعاب، ومرحب بتمويل البرنامج طبعا اللي طبعا طبعا طبعا، لان انت ما عندكش العاب كتير هتقدر تنافس فيها، خلينا واقعيين، يعني حتى الالعاب الفدرية مش كلها هتقدر تنافس فيها، فانت الدول الكبيره بتعمل كده، بتركز على الحاجه المميزه فيها، لان هي دي الصوره او الواجهه بتاعتنا. احنا ترتيبنا فين حاليا يا كابتن محمود؟ لو اتكلمنا اولا على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي، هل احنا في الصداره ومين بينافسنا في المنطقه؟ الحمد لله على المستويين العربي والافريقي احنا في الصداره في جميع مين اقرب المنافسين لينا في المستوى العربي؟ في افريقيا اقرب الدول لينا نيجيريا، ترتيب كده، نيجيريا، تونس، جزائر، الكاميرون، ده الترتيب التنافس بتاعنا. على المستوى العربي افضل الدول برضو بالاضافه لتونس والجزائر، العراق طبعا مميزه، والسعوديه طالعه، يعني السعوديه مستواها بيتقدم يعني السعوديه كان طبعا دكتور خالد اوراني اللي هو كمدير فني حاليا بيشتغل في السعوديه، الحقيقه عمل طفره جيده جدا للفريق. طبعا المنافسه حلوه ومطلوبه، بتشجع لعيبتنا ما يبقى في منافسه، واحد اثنين ثلاثه في الميزان بتطلع الموهبه اللي هو اللعب. دي اكيده في الالعاب الفرديه بالذات، يعني على مستوى العالمي ما فيش دوله طبعا بتبقى بطله العالم في كل الاوزان اكيد،
بيبقى دايما. لكن في دول ارتبطت عندنا يعني في الاذهان دايما كنا نشوف الرباع يعني من دول معينه، نشوف حد من الصين، حد من تركيا، كان صحيح. في مين الدول المميزه حاليا اللي احنا بنقول ان دايما هي جزء من المنافسه في كل بطوله؟ دايما دول الصين طبعا، يعني دي من الدول المقدمه، الدول اللي هي الاتحاد السوفيتي القديم زي روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، اوزبكستان، حتى الان برضو اذربيجان وارمينيا، كل دي دول مميزه في اللعبه حتى الان. اي نعم مش كل الاوزان، ولكن هي عندهم دايما هي افضل الدول حاليا. امريكا حاليا اهتمت باللعبه وبداوا يجيبوا مدربين اجانب شويه، واحد ايراني وواحد يوناني اللي كان بطل كبير يعني، فبدات فعلا تتدرج في المنافسه يعني. فدي اميز الدول. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع حضرتك كابتن محمود. معانا على الهاتف بطلنا المصري العالمي الكابتن محمد ايهاب. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بيك كابتن محمد، سعداء بمشاركتك معانا. ومعانا طبعا في الاستوديو الكابتن محمود محجوب رئيس الاتحاد. الخير يا كابتن محمود. مساء النور يا ابو محمد، اهلا بيك حبيبي. كابتن محمد، بنتكلم كنا قبل ما نبدا في مشاركتك معانا على الهاتف في مستوى المنافسه بالنسبه لرفع الاثقال في مصر على المستوى العربي والافريقي والدولي، والامر بيختلف من وزن لاخر. في وزن بطلنا محمد ايهاب، مين اقوى المنافسين اللي بتبقى دايما عارف ان هم اللي هيواجهوك في التصفيات النهائيه او على المنافسه على اللقب نفسه؟ من اي دوله اقرب المنافسين لمحمد ايهاب؟ والله هو دلوقتي بعد تغيير الموازين القديمه وفي موازين جديده، لسه اول بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله في الموازين الجديده، وهنشوف بقى المنافسين اللي قدامنا ومستوياتهم. ولكن طبيعي اللي هم الصين وكازاخستان، امريكا، روسيا، بيلاروسيا، ارمينيا، الدول معروفه يعني وعندهم لعبه او اتنين بيبقوا معروفين بالاسم يعني. طيب هل احنا بنتقدم دلوقتي؟ كابتن محمود بيقول ان احنا قوتنا في رفع الاثقال بتزيد في الفتره دي، الحمد لله رب العالمين بفضل النتائج اللي بتحققها وزملائك وزميلاتك، اعتقد ان هيبقى لنا شان اكبر كمان مستقبلا في رفع الاثقال يا كابتن محمد، رايك ايه؟ الحمد لله يعني الفتره دي من ازهى فترات رفع الاثقال، بقى لنا تصنيف عالمي وبقى لنا وجود في كل المحافل الدوليه بميداليات، بقى لنا وجود على منصات عالميه ومنصات اولمبيه بكل دوره بنكون فيها. والحمد لله دلوقتي يعني الدعم وثقه الوزاره واللجنه الاولمبيه والمؤسسات العسكريه كلهم ثقتهم في رفع الاثقال ان هي يبقى ليها رصيد الفتره الجايه وتشرف مصر في بطولات العالم والدورات الاولمبيه، ودعم الاتحاد طبعا على طول السنه على الدوام، واي حد موهوب واي حد عايز ينجز وينجح طبعا بيبقى الدعم كله ليه. طيب كابتن محمد، طموحك ايه كلاعب؟ اصبحت بطل العالم، ازاي ما يتاثرش طموحك او ما يتوقفش في المرحله دي عشان تقدر تحافظ على مستوى المنافسه وقدرتك على تحقيق انجازات في الفتره الجايه؟ والله بالنسبه لنا القمه الحقيقيه هي الدوره الاولمبيه، والحمد لله وصلت البرونزيه الاولمبيه في ريو دي جانيرو 2016، وبسعى ان شاء الله نجيب الذهب في 2020، وربنا معانا ان شاء الله وبنسعى على قد ما بنقدر. معانا جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن محمد موسى الديب وكابتن محمد حسني وكابتن محمد ايسر نجار، شغالين ليل ونهار بيخططوا عشان نقدر نوصل لاعلى مستوى ونحطم الارقام العالميه الاولمبي ان شاء الله. يعني هدفكم الاتحاد وهدفك الشخصي كبطل مصري تحقيق ذهبيه اولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله. ان شاء الله بارقام اولمبيه جديده باذن الله. باذن الله. طيب هل التنسيق والتواصل بينكم بين مجموعه الابطال واللاعبين المصريين وبين المسؤولين في الاتحاد ماشي بشكل كويس؟ هل الكابتن محمود واعضاء مجلس الاداره بيسمعوا شكواكم من اي امر؟ بياخدوا ارائكم؟ بتتبادلوا الحديث طول الوقت عشان توصلوا لحلول لاي مشكله بتواجهكم في برامج الاعداد؟ اكيد طبعا في تناسق طبعا. لو ما كانش في تناسق ما كانش يبقى في نتائج على كل مرحله عمريه يعني. عندنا 17 سنه بابطال افريقيا وابطال عرب وابطال عالم، عندنا في 20 سنه نفس الكلام، الكبار نفس الكلام، ابطال اولمبيين كبار جدا موجودين مخضرمين ان هم يسندوا الفتره الجايه في البطولات التاهيل ولحد الدوره الاولمبيه، وان شاء الله يعني مصر ولاده على طول، والاتحاد فاهم متطلبات اللعبه، كل اللي موجودين المسؤولين دلوقتي هم ابطال وعارفين كل المطبات وكل التحديات اللي هي بتظهر في الطريق. ايه الحاجه لو هنختتم الحوار بانك بتوجه رساله للمسؤولين في الدوله، مع تاكيدك طبعا على ان الاتحاد بيقدم كل المطلوب، لكن لسه في مشكله بتقابلك وبتقابل زملائك وزميلاتك وبتتناقشوا في انها لو اتحلت هتفرق معاكوا جدا في الاداء والنتائج، هل في حاجه محدده حابب توجهها كرساله لكل المسؤولين عن الرياضه في مصر، ولا شايف ان الامور بشكل عام ما فيهاش مشكله رئيسيه وماشيه بشكل كويس؟
هو في جزء بس خاص بالمكافئات، بيبقى في خصم على المكافئات يعني. لو اثنين لعيبه خدوا ميداليتين ياخد حقهم، لو واحد خد ميداليتين ممكن ياخد ميداليه وربع، ميداليه ونص يعني، لو ثلاث ميداليات ياخد ميداليتين او ميداليه. النظام المكافئات ما بيديش المكافئات كامله للعيبه، لان ليها حد اقصى، بيبقى بحد اقصى كذا. ما ده هنناقشه، بيبتسم الكابتن محمود، هنناقشه في التفاصيل دي علشان طبعا نحافظ على حقوق اللاعبين. يعني بتتمنوا اللاعب بطلنا اللي بيحقق نتائج عالميه يحصل على مكافئاته كامله، ما يبقاش في بند اسمه بحد اقصى. وفي مكافئات بقى لها 10 سنين لسه ما اتغيرتش، فبرضه مع تغيير الزمن وتغيير المتطلبات والتحديات اللي موجوده، فالمكافئات مش هي المجزيه على قد المجهود، وان السنه كامله افضل محافظ على مستوايا ومحافظ على نفسي وشايف المنافسين واحاول ان اوصل لهم. ليميت المجازفات دي بقى اقل شويه لما بلاقيش تقدير في الحته دي. لانها بتفرق معاكم نفسيا يعني كمان. طبعا انا لما هتعب واجيب ثلاث ميداليات تدينا حقي في الثلاثه، ساعتها هموت نفسي على كل ميداليه. اكيد. لكن لما اجيب ثلاثه وتديني ميداليه خلاص، هي كفايه ميداليه ووفر للي جاي عشان اقدر اكمل الست بطولات التاهيله واقدر ان انا اوصل للدور الاولمبي. بشكرك جدا بطلنا العالمي الكابتن محمد ايهاب، شكرا جزيلا لك، بالتوفيق ان شاء الله مع زملائك ابطالنا في كل البطولات اللي هتشاركوا فيها، وفي مقدمتها دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020 ان شاء الله. هرجع بالحوار او ابدا مع الكابتن محمود مره ثانيه من حيث انتهى محمد ايهاب من كلامه. ليه الحد الاقصى موجود؟ ليه لو لاعب بيحقق ثلاث ميداليات مثلا قيمه الواحده 10,000 او 20,000 او 50,000 ما ياخدش ال 150,000؟ ليه ياخدها بقيمه ميداليه وربع او ميداليه ونص؟ وايضا ازاي نغير بما يوازي متغيراتنا الحاليه في مصر اقتصاديا، قيمه اسعار كل حاجه، التضخم، كل الحاجات المعيشيه اللي الناس طبعا بتعاني منها في اي دوله فيها عمليات اقتصاديه بتؤدي الى تغيير في مستوى المعيشه او في الظروف الخاصه بالدخل ومتوسط الاسعار وكل شيء. ليه ما نعدلش الحاجات اللي قال عنها بطلنا محمد ايهاب ان بقى لها قيمتها محدده بقى لها 10 سنين مثلا؟ راي حضرتك ايه؟ طبعا ده شيء انا نفسي كمان بتمناه، مش محمد ايهاب بس. اللاعب بيبذل مجهود في بطوله ما او في دوره ما، بيكسب عدد من الميداليات، العدد ده يتحط في رصيد مصر. يعني لو اتشالت واحده الرصيد هينزل واحده. فبالتالي انا شايف ان مش رافع الاثقال بس السباحه، نفس الحكايه ممكن مصارعه روماني احنا بنتكلم عن اللعبات الفرديه عموما يعني. فاعتقد ان ده من رصيد مصر، وبالتالي اللاعب يستحق ان هو ياخد مكافئته كامله، ما ياخدش على ميداليه او ربع زي ما حضرتك قلت كده. دي لائحه مش الاتحاد. فلسفه ده لما بتناقشوه مع المسؤولين اللي في ايدهم القرار اللي ممكن يصلوا لقانون في تعديل لهذا الامر، وبالتالي اللاعب يحصل على مستحقاته. هي لائحه مكافئات تحط في الوزاره. انا اعتقد لازم تتغير، لازم، لان دي بيأثر فعلا سلبا على اللاعب، ان هو بيشوف ان هو بيعمل مجهود كبير جدا وفي الاخر ما بياخدش حتى بطولات العالم. يعني محمد ايهاب في بطوله العالم اللي هي الاخيره واخد ثلاثه ذهب، يعني خد مكافئته يعني مش كامله، مش على مستوى ده. لا مش كامله، مش على مستوى الانجاز. كان بطوله عالم كبار يعني اقصى او اعلى مستوى تنافسي، وبالتالي وفقا للائحه ما خدش قيمه الثلاث ميداليات ده، ما خدش الثلاث ميداليات. وبالتالي قيس على كده بقى بقيه بطولات عالم الناشئين وبطولات افريقيا و بالاضافه لجزء مهم جدا اللي في مكافات تاخر في بعض البطولات، مكافات تاخر وفي لعيبه والله بتبقى مخصصات بتجيلكم الوزاره يعني. طبعا الوزاره طبعًا يعني مش الاتحاد هو اللي مش مسؤول هو عن تمويل المكافات، احنا مجرد بس بناخد مكافاه نسلمها واول ما بتيجي بسلمها للاعب. طيب سؤال تاني، هل التعديل بس من الناحيه القانونيه عشان المشاهدين يبقوا عارفين التفاصيل اكتر، حضرتك بتؤكد ان ده تعديل ممكن ياتي من الوزاره نفسها، قراراته من الوزاره وليست في حاجه الى قانون من مجلس النواب؟ لا لا لا، دي لائحه الوزاره بتضعها، الوزاره هي اللي عاملاها. حتى يعني كان قبل كده بياخد عن ميداليه واحده، يعني لو جاب 13 ميداليات ذهب زي اللاعب. اللائحه سايبه للوزير المختص ان هو يعني ممكن يزود بشكل ما او يعني في الحاله دي. حضرتك بتؤكد ان اللائحه كانت لو واحد رجع لنا بخمس ميداليات ذهب من بطوله العالم وواحد رجع بميداليه واحده هياخد نفس القيمه الماليه؟ طب فين ده يعني فين صحيح العداله في ده اللي احنا بنقول عليه، حق كل شخص ده اللي انا بقول عليه. انا شاركت في بلاش رفع اثقال عشان مش بتحيز بشكل عام مثلا، مش يعني ابطالنا بيلعب 150 و200 وياخد اول في الثلاث ايفنتات دول،
طب هو نزل فعلا في المسابقه دي وكسب وعمل مجهود واتمرن على كل ايفنت، لا كل ايفنت ليه شكل في التدريب، فبالتالي بطوله خاصه لوحدها لكل مسابقه، فمن حقه انه ياخد المكافاه على. طيب هل في امل في تعديل ده؟ اكيد ناقشته ده كتير. اعتقد ان لازم يبقى فيه، مش يعني احنا. طب هل حضرتك بتتوقع انه الامر يتغير باعطاء النسب كامله، يعني اللي ياخد 10 ميداليات ياخد قيمته ولا يتغير بنسبه انه يبقى الحد الاقصى ده يعني يتم مضاعفته مثلا؟ ليه ما ياخدش على الميداليات كلها؟ ليه؟ هي مثلا دوره الافريقيه بتتعمل كل كام سنه؟ كل 4 سنين. دوره البحر المتوسط بتتعمل كل كام سنه؟ كل 4 سنين. فزائد ان لازم نبص للالعاب دي، اللاعب بيصرف على نفسه. انا كاتحاد بحاول اوفر له الحد الادنى اللي انا اقدر عليه، ان هو عايز اكتر من كده. لكن بتؤكد ان اللاعب بيتحمل تكلفه على مدار السنوات دي 100%. محمد ايهاب نفسه كان بيتكلم شويه، وهو بطل العالم، بطل العالم، بيشتري حاجات على حسابها اضافيه، على الاقل بيجيب اكل زياده لنفسه، لان مش كل الحاجات اللي هو محتاجها كبطل، لان انا مش هقدر بتوفرها له ميزانيه انا التحدي. مش هقدر اوفرها بالميزانيه الاتحاد، لان انا عندي زي محمد ايهاب مثلا فرقتين كاملين، لازم عشان اعمل نتيجه لازم اطلع بفرقه كامله، فبالتالي لازم اصرف على الفرقه كلها، مش هقدر اصرف على واحد بشكل مميز، هتعمل لي اشكاليه كبيره جدا. طب هل تعتقد حضرتك ان الوزاره بمفردها تقدر تحقق هذا المطلب، ولا الامر لان ده له سقف مالي لازم يخصص، فبالتالي لازم الرجوع فيه لرئيس مجلس الوزراء في حاجه زي يعني ده يعني هو بيتم العرض طبعا على ان احنا على رئاسه الوزراء، ولكن اللي بنتكلم عليه فين دور بره الحكومه وبره الدوله، فين دور ده فين؟ يعني مش لازم مردود الشركات ورجال الاعمال والرعاه. بالظبط، ده دور خلينا نسميه دور وطني، انت بتساهم في 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 رفع اسم البلد في مجال ما. مجال الرياضه ده هو الصوره اللي بتعكس الدوله ماشيه ازاي، وفعلا وبتفرق كتير جدا لما الدوله او لاعب من مصر بره بيرفع علمه بيقولوا ده مصر كسبت، مش محمد ايهاب ولا ساره، لا ده مصر اولى او ثانيه. عندك حق. طيب اخيرا كابتن محمود، محمد ايهاب وعدنا بطلنا المصري العالمي بيقول ان انا مركز على باذن الله الفوز بذهبيه دوره الالعاب الاولمبيه 2020. ايه التارجت؟ ايه الاهداف المحدده في اجنده عمل وبرنامج عمل اتحاد مصر لرفع الاثقال في الفتره الجايه؟ ده التارجت الاساسي الاولمبياد، لان ده اعلى مستوى ممكن لاعب يوصل. لكن عشان توصل للاولمبياد ده لازم في محطات انت لازم تعدي عليها. ايه اهم المحطات؟ اهم حاجه عندنا مثلا اول محطه لمحمد ايهاب وزمايله بطوله العالم في شهر 11 القادم ده في تركمانستان، ده اول بداية التأهل. على مدار سنة ونص بقى لازم محمد إيهاب وزمايله يشاركوا في 6 بطولات على مدار 6 سنة ونص عشان يقدر يتأهل للدورة الأولمبية. طبعا كم من البطولات كبير ومحتاج إمكانيات كبيرة، هنحاول بقدر الإمكان نوفر، يمكن الرعاة يعني الفترة الجاية يستجيبوا للدعوات، يستجيبوا وأنا يعني أنا شايف إن شاء الله عندنا ناس تجيب ميداليات. خلاص يعني الشغل إن شاء الله في الفترة الجاية هيكون بجدية شديدة جدا بنفس درجة التعامل مع دورة الألعاب الأولمبية. أكيد لأن كل المحطات دي حضرتك بتؤكد إنها هتساعد بإذن الله في حالة النجاح فيها على تحقيق نجاح أولمبي. طبعا إن شاء الله. طبعا طبعا موفقين، نتمنى كل الجهات المعنية اللي حضرتك طالبت انها تقدر توفر لكم مناخ افضل وتكمل وتسهل مهمتكم في تحقيق مزيد من النجاحات، تساعد الاتحاد على اداء مهمته بافضل شكل، وتساعد ابطالنا كمان على الابداع وتحقيق نتائج وانجازات اكبر ان شاء الله، نتمنى ده يتحقق بمشاركه كل الاطراف في الفتره. بشكرك جدا على الاستضافه، طبعا بشكر الجهاز الفني للفريق القومي واللاعبين ومجلس اداره وكل الانديه اللي هي في الاخر النجاح ده كله بينسب للكل، مش لشخص محمود، لكن كل دول بيساعدوا على هذا النجاح، وبشكرك جدا. بشكر حضرتك على وجودك معانا، وان شاء الله تتكرر هذه اللقاءات ونسعد بيك وبالمسؤولين في الاتحاد وبكل ابطالنا في كافه اللعبات على شاشه قناه الاهلي. الكابتن محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال، اسعدتنا بوجودك معانا وشكرا جزيلا. شكرا لك محمود. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لكم على متابعه هذا الحوار. فقراتنا مستمرة من خلال الأهلي ليلة، ابقوا معنا، فاصل ونعود، وبعد الفاصل هتلتقوا مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين والمتابعة المتميزة والتغطية المتميزة اللي بيقدمها لنا من خلال حلقات الأهلي ليلة عن كل ما يتعلق
بالملاعب العالمية وكرة القدم العالمية والأخبار وصفقات الانتقال من نادي لآخر وبورصة التوقعات كمان وبورصة اللاعبين وكل الأمور، أبرز الأمور الفنية والتسويقية المصاحبة لعالم كرة القدم في ملاعب العالم المختلفة. وهترك حضراتكم ليكون كمان ختام هذه الحلقة مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.